عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل بدل المناظر دي يا عبد الرحمن. لو سمحت حضرتك، انا عبد الرحمن متجوزه، وكنت مسكت التليفون من جوزي، فكنت فاتحه من موقع التواصل اللي هو الفيسبوك ده. لا تفضحي زوجك على الملأ، كلمين على الهاتف الخاص. الله يوفقك. شكرا يا عبد الرحمن. احذف المناظر دي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. شيخ لو سمحت، أنا كنت سألت حضرتك قبل كده في الفاتحة، وأخبرت في البسملة في الفاتحة، وأخبرتني إن هي سنة. أخبرتك أن البسملة في الفاتحة سنة أم فرض؟ أخبرتك أن البسملة فيها الوجهان للعلماء في الجهر بها والإصرار، وفي إثبات أنها آية من عدم، فيها أكثر من وجه للعلماء، هذا الذي أخبرتك به. طب لو سمحت بقى الدليل، لأن أخبرت شخص وطلبت الدليل. الدليل على إيه؟ على إن الأولى فيها إنها تصاب. بس عفوا خليك دقيق في الكلام، أنا قلت لك الأولى أو قلت لك فيها الوجهان؟ الدليل على أنها آية قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال الإمام الشافعي ومن معه: وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بفاتحة الكتاب، ولا تكمل سبع آيات إلا إذا اعتبرت البسملة آية. الدليل الثاني، اصبر علي أكمل لك، اتفضل. والدليل الثاني: كانت قراءة النبي مدا، كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. أما الذين ذهبوا إلى أنها ليست بآية فاستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا ليس معناه أنهم يسقطون البسملة، إنما معنى قولهم، قول أنس يستفتحون بالحمد، أي بالصورة التي فيها الحمد لله رب العالمين، كما يقال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام في العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. وأجابوا على لفظة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم التي رواها مسلم بأنها لفظة شاذة، ده اختصارا. وأدلة أخر للفريقين. جزاك الله خير عنا شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم الخير. نعم. الشيخ اللي يروح مصيف ويغرق دوت شهيد؟ نعم. اللي يذهب للمصيف ويغرق يا عبد الرحمن، هل هذا يعد شهيد؟ يا شيخ امره موكول الى الله، لماذا ذهب الى المصيف؟ الذي يعلم ذلك هو الله، لكن عندنا الغريق شهيد حديث عام. لكن انت تعرف ان صاحب الهدم شهيد ايضا، لكن ممكن واحد صاحب هدم يكون الهدم عذابا عليه، كما قال تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فيمكن ان في هدم يتهدم على ناس، يكون لناس شهاده ويكون لناس عذاب، فالامر الى الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخ، ما حكم لعب كرة القدم على اللي يشيل اللي يخسر يدفع إيجار الملعب؟ لا يجوز. طب ما الحل؟ يعني هل ممكن الحل كل واحد من اللعيبة يدفع جنيه أو 5 جنيه وتجتمع الفلوس تأجره من هالملعب وخلصنا؟ بس حاليا ما فيش حد غير بالحل ده. فهل ينفع مثلا بإني قبل ما أدخل ألعب أطلع مثلا يعني؟ لا يا حبيبي، ما الناس كلها بتعمل كده. كل أطلع من ذمتي مثلا يا حبيبي؟ لا يصلح، لا يصلح. خلاص خلاص، تمام. السلام. حلو. إيه بس، ما فيش حد بيرضى، ما حدش بيرضى بالشرع، هنقول لك إيه بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. جزاك الله كل خير. انا حاليا معايا بقدم يعني على شقق، بس باسامي غير اسمي يعني، وبديله مقابل دوت مبلغ مالي. ارى انه لا يجوز، اولا لامرين. الامر الاول ان العقود، عقود الشقق التي تباع، فيها شروط ربوية، والبنك يدخل كطرف ممول ويأخذ ما موله مع الفائدة. الأمر الثاني أن هذا نوع من أنواع الاحتيال، نوع من أنواع الاحتيال، والواهب الذي هو الدولة إذا سلمنا أنها واهبة لا تقر على ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم يا شيخنا؟ حالي طيب والحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. يا شيخ، أشكل علي وضع النساء للعطر الذي لا تفوح له رائحة. تمام. أشكل علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه: أيام امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الاخره. مشكل عندك، كيف يجمع بين الامرين؟ ما فيش اي اشكال. العطر الذي ابيح للنساء اذا سلمنا بصحه الخبر، عطر ظهر لونه وخفي ريحه، ظهر لونه للنساء، ما الوجه متغطي. نعم. اما العطر الممنوع الذي تفوح منه رائحه المراه فتلفت الانظار اليها. نعم. يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ، هل في كتاب للرؤية، تفسير الرؤى يعني؟ وهل في ده علم يعتد به ولا؟ نعم، علم. نعم، لأن أنا شفت رؤية بعد الفجر حصل منها جزء في اليوم كله. اسمح لي. والجزء الثاني مش عارف تفسيره. طيب اسمح لي اتكلم. نعم. اصول تفسير الرؤيا في كتاب الله،
قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان. قبلها قال يوسف يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. في سورة يوسف عدد من الرؤى تحققت. نعم. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، قول الساجنين أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. رؤيا الملك، قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. والخليل رأى رؤيا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والله قال في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أما الأحاديث اصبر علي لا تقاطعني. طيب. الأحاديث كثيرة جدا، أمثل مرجع تراجع منه هذا الموضوع حتى تعلم أصول الرؤى وأصول تفسيرها كتاب التعبير من صحيح البخاري بشرح الحافظ ابن حجر رحمه الله، التعبير يعني الرؤى تعبير الأحلام. أورد البخاري عددا من الأحاديث في هذا الصدد وشرحها الحافظ ابن حجر. هذا كتاب قيم، كتاب التعبير من البخاري. وفي مسلم أيضا كتاب الرؤيا، الرؤى. وفي كتاب لابن سيرين بس القدر الثابت منه قليل، وهو تفسير الأحلام لابن سيرين. الكتاب المطول ضعيف لكن ثبتت منه بعض الأقوال عن ابن سيرين وخرجت. ففي كتاب لأحد إخواننا الآن، إخواننا الذين معنا وفقهم الله من بورسعيد، وقدمت له، اسمه كتاب الرؤيا فقه الرؤيا والتأويل للأخ عادل أبو زيد المكنى بأبي هند. نعم. من بورسعيد. فهذه بعض المراجع. عندك شيء آخر؟ أقول لفضلتك الرؤية لا أنا مش المقام، مش مقام تفسير أحلام. نعم. الفتاوى. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤالين. قرأت عليها مصطفى بن عمر. اتفضل. السؤال الأول يا شيخ بخصوص المسح على الجورب، مدة المسح تبقى يوم كامل صح؟ المسح على الجورب كمسألة اختلف في جوازها من عدمه، فذهب فريق من أهل العلم إلى عدم جواز المسح على الجورب. لماذا؟ قالوا لم يصح لدينا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب، وربنا أمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، فهذا كتاب ربنا فيه الحث على غسل الرجلين للكعبين، ولم يثبت عن النبي أنه مسح على الجورب. ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز المسح على الجورب لفعل بعض الصحابة لذلك وللقياس على الخفين، ولكن اشترطوا في المسح على الجورب، في الجورب الذي يمسح عليه، الثخانة، اشترطوا الثخانة أن يكون ثخينا. نعم. فهمت الموضوع؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني سل. كيف كيف يوازن الشخص بين الدعاء والتسليم بأن كل شيء مقدر ومكتوب؟ كيف توازن؟ في أي اختلاف؟ ادعو واعتقد أن الأمور مقدرة والدعاء مقدر أيضا، في اختلاف. هذا باب العمل وهذا باب الاعتقاد، نعمل ونعتقد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ في كذا سؤال. في مبادرة من البنك المركزي بدعم الصناعات الصغيرة، ابتعد عنها. طيب ممكن اشرح لحضرتك بس. معروفة. ايوه معروفة. البنك المركزي حاطط نسبة فايدة صفر، لكن لا فايدة صفر يعطي للبنوك اللي تحته هي اللي تقوم بتوزيع هذه القروض ولم الدفعات و و و
والبنوك اللي تحته بتاخد نسبة 5%. 5% ربا او اصول او رسوم ادارية؟ معظم الموظفين اللي شغالين في المكتوب في العقد، خليك من الموظفين الإدارية. الموظفون ما لنا دخل بهم، من المكتوب في العقد ايه؟ فايدة. خلاص حرام. سامعك. وجزاكم الله خير يا حسام ابا محمد السني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الحال يا شيخنا؟ الحال طيب والحمد لله. ورد عن الشيخ ابن تيمين انه قد ضعف حديث الجساسة. له كلام حول حديث الجساسة يستغربه. ايه؟ نعم للشيخ محمد، للشيخ محمد رحمة الله عليه كلام حول حديث الجساس، لكن ليس كلامه بالفصل الذي هو بالهزل، فالنزاع قائم في كلامه أيضا. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، كيفية سلاسل القاعد، صلاة النافلة للقاعد بغير عذر؟ على المتيسر له. والصحيح أنه يأتي من الأركان بما استطاع. يأتي من الأركان بما استطاع. إن عجز سقط. إلا أن له نصف أجر القائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينور ربي قلبك بالإيمان يا أخي مصطفى الجوهري. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسألني حضرتك سؤال. تفضل. بقول لحضرتك، هو ممكن لفظ يغير الجواز من عدم الجواز؟ يعني مثلا ممكن إيه؟ عفوا. يعني في البنك مثلا كلمة الفايدة بيغيروها برسوم إدارية. لا، إذا أنا بالمكتوب أمامي، إذا مكتوب رسوم إدارية لا بأس بالرسوم الإدارية. لا بس أقول لحضرتك على حاجة، البنك بيطلع موبايلات دلوقتي ويقول لك ادفع رسوم إدارية 5%. يا أخي الكريم افهم كلامي، إذا كانت رسوم إدارية قبلنا، إذا كانت فإذا رفضنا وانتهى الأمر. يا شيخ مصطفى، هو هي فايدة بس هو كاتبها رسوم. أنت يعني ما الأدران إن كلامك صح؟ إيه؟ ما الأدران إن كلامك صح؟ أنت بتتقول؟ ممكن أقول لك كده، أنت رجل تتكلم بغير علم، وأنا لي الظاهر الذي ظهر، كتبوا في الورق 5% رسوم إدارية، وأنت تقول لا ده يكذبون إنما هي فائدة، أنا كيف أصدقك؟ أنا لي أن أصدق الذي أمامي، صح؟ ماشي يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ابغى اتواصل مع الشيخ. معك. ها؟ معك. اتفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمد من المغرب. اتفضل يا محمد من المغرب، اهلا وسهلا. يا شيخ، بغيت سؤال على مياه زمزم. ها؟ يعني على مياه زمزم. سؤال عن مياه زمزم. يعني وزارة الحج في السعودية ترخص 5 لترات فقط من مياه زمزم. طيب. ويعني الإنسان يملأ القارورات ويعملهم في الشنطة، وهل يجوز ذلك الماء أم لا؟ يجوز. يجوز. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. جزاك الله. 5 لترات من 6 لترات الامر سهل. انت في الحرم تشرب لما الامر سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخ، سألتك منذ دقائق لكن الخط قطع. كيف يوازن الشخص بين الدعاء وأن كل شيء مكتوب؟ اصبر، اقرأ الآية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ففي باب الإيمان نؤمن أن الأمور مقدرة، وفي باب العمل نعمل. أنا معتقد أن الرزق مقدر، لكن تمشي في مناكبها وكل من رزقه.
معتقد أن الشفاء مقدر، لكن في باب العمل تداووا عباد الله، معتقد أن النصر مقدر، ولكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا تعارض. هذا في باب العمل، وهذا هذا باب الإيمان، وهذا في باب العمل. يعني لو الرزق مثلا مكتوب لك، اعمل بالأسباب، خذ بالأسباب وأيقن بالقدر اختصارا. السلام عليكم. كلام مفهوم يا عبد الرحمن ولا ايه؟ طيب افهم بقى يا عبد الرحمن. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عزيزي حضرتك، هو من انكر معلوم من الدين بالضرورة هل يكفر مباشرة ام يقوم عليه الحجة الاول؟ مثل ماذا؟ واحد انكر ان لا اله الا الله، ايه رأيك فيه؟ ده كافر طبعا، بس لو انكر مثلا اذا الامور اختلفت، واحد قال ما فيش حاجة اسمها صلاة، ايه رأيك فيه؟ يكفر طبعا. خلاص اذا في تفاوتات بين افهم بس معايا ايه؟ افهم بس شوي. المعلوم من الدين بالضرورة قد يختلف من نظر شخص لشخص اخر. فهمت الكلام؟ سلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عاوز عندي اسئلة عن موضوع الزكاة. سلي. انا كان عندي قطعة ارض زراعية ومرث عن والدي. الله يرحمه. قول الله يرحمه امني. انت مالك يا والدك ولا ايه؟ خدت مراسك ولا تترحم علي؟ امين. لا طبعا بترحم عليه. طيب قول الله يرحمه. مذكور والدك؟ والدي رحمه الله. والدي قطعه ارض موروث عن والدي رحمه الله عليه. كده تبقى وفيه بيكي. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه يا رب. امين. بعت قطعه الارض دي وكمانها دخلت في مشروع. ماشي. المشروع دوت فضل تحت، ظل تحت الانشاء لمده 4 سنوات ونص. يعني ما خدتش اي منه اي ربح. مشروع تجاري او مشروع يعني بتبني لنفسك بيت يعني؟ لا مشروع تجاري. تجاري. اذا الاموال عليها زكاه بعد مرور سنه من قبضها منك من والدك الله يرحمه. بعد مرور سنه حتى وهي تحت انشاء المشروع. استلمتي ميراثك الان. فلوس. ايوه. وبعدها استلمتها في 1 رمضان. انتظري سنه في 1 رمضان القادم نشوف كام ونزكي عليها. الزكاة بلغت النصاب. افترض انك دخلتها في مشروع تجاري. دخلتها في بناء عقار تبيعيه وتشتري كتاجره. كتجاره. ما دام كتجاره يزكى. معاك القوه من المشروع. افرض ان نصيبك من المشروع الان وصل مثلا 1,000,000، لكن ما فيش معك فلوس. تقولي علي زكاه 1,000,000 25,000، لما تفرج ان شاء الله تزكيهم. لما يبتدي صرف الارباح. لما يكون معك فلوس يا اختي. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رانيا بنت عبد اللطيف، عبد اللطيف الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير من فضل الله تعالى. شيخ مصطفى، الأفضل لأبي الله يرحمه أن ندعي له نقول رب اغفر لأبي، أو وللأفضل أن أنا أقول رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. الافضل كله وارد، كله صحيح. يعني هل الاجل لما اقول رب اغفر لي ولوالدي وبجد لغايه اخر الدعاء؟ كله وارد. قلت هذا جاز. نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والخليل قال لكن نمتنع من التأسي به في الدعاء للمشرك، واغفر لأبي ربي إن موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. واضح؟ كل جائز. نوع طب حكم يا شيخ الستر على الميت الرجل لما يدفن؟ يعني عندنا احنا في الصعيد لما ندفن الرجل بيجيبوا سترة فوق، ما حدش بيشوفها لما ينزلوه للقبر. انت يعني ايه اللي مزعلك في كده؟ هم خايفين انهم اثناء انزاله في القبر ممكن يتعرى،
فبيغطوا على القبر كده حتى يستروا على الميت. يعني يجوز يا شيخ؟ الامر فيه سهل، الامر سهل شوي، تعملش مشكله. بارك الله فيك يا شيخ. فيك الله يسلمك. السلام عليكم. والناس نفس الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الناس الخشبي عليكم السلام. لو صنعه صنع في لما ماتت أم من زينب عليكم السلام وبركاته. حياكم الله يا شيخنا. وحياك. لو سمحت يا شيخنا عندي مشكلة وكنت حابة أعرف رقم حضرتك الشخصي أعرضها عليك. 0 5 3 3 3 8 3. طيب ممكن أعرف ما هي المواعيد اللي أتصل بحضرتك فيها يا شيخ؟ والله قربي انت وحظك، رأتني رددت عليك الحمد لله، ما رددت عليك سأكون مشغول أو نائم أو أصلي. جزاكم الله الجميع. فأنت ارسل رسالة قولي صاحبة المسألة الخاصة، ان تأثر لي الوقت طلبتك إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخنا جزاكم. مع العلم أننا لن نسمح بالثرثرة الكثيرة، تركزي في سؤالك الله يكرمك. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بالنسبة لقول أو ورد في قبض ملك الموت لروح المؤمن، هل يقول الله يقرئك السلام؟ ما ورد هذا. يقول للمؤمن ملك الموت يقول للميت للمحتضر الله يقرئك السلام، ما لروح العبد المؤمن أقصد يعني. ما وقفت عليها بسند ثابت. طيب بالنسبة لحديث ما ممكن نراجع حديث البراء الطويل ننظر ألفاظه اللي هو ما تقرب من إلي عبد من شاب. لا لا لا، في حديث البراء الطويل من طريق المنهل بن عمرو سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة. حديث طويل في مسند الإمام. تمام عارف الحديث. عايز بس اشوف الفاظه يمكن فيها اللفظ الذي طيب بالنسبه للحديث من عاد لي وليا الى اخره برضه. الى اخره ولا الى اخره؟ الى اخره. بسألك انا اسألك، انت تقول الى اخره فانت بتقول الى اخره ولا الى اخره ولا الى اخره؟ هي. الى اخره. لماذا؟ الى ايوه لا انت موافق ماشي. تعرف ان الى حرف جر. تمام ماشي. هذا الحديث في البخاري من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. تمام. ولئن استعاذني أو استعاذ بي لأعذنه. ولئن سألني لأعطينه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث في البخاري في سند يرون يقال له خالد بن مخلد القطواني، فيه بعض الكلام، إلا أن الإمام الذهبي رحمه الله أوجز القول في كتابه ميزان الاعتدال وقال لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، لأن في بعض الألفاظ الغريبة شوية، كنت رجله في الألفاظ، ما ترددت في قبض في شيء ترددي في قبض عبدي المؤمن، ألفاظ مستغربة شوية. خالد بن مخلد لا يتحمل مثل هذا المتن، فليست العبرة في كلام رسول الله، كلام رسول الله فوق الرؤوس، لكن إن ثبت إلى رسول الله. فالذهبي قال توقيرا للبخاري لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. في بعض الألفاظ لا شواهد. لا حضرتك أنت صححت الحديث يا مولانا. في بعض ألفاظ الحديث لها شواهد، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، له بعض الشواهد مثل وإن كان ضعيف إني لأسأر لعبد المؤمن كما يسأر الليس، أو في بعض الألفاظ لها شواهد، وقد أوردت هذه الشواهد في كتابي صحيح المسلم من الحديث القدسية، ارجع إليه إن شئت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنت عامل شيخ عامل إيه؟ الحمد لله. هل يمكنك أن تسألني
في سورة الفرقان وسورة الشعراء؟ نعم ممكنني إن شاء الله أسألك في سورة الفرقان أو الشعراء. في سؤال كده صعب، مش هكلمك أنا في الموضوع ده، خليه بيني وبين أبوك أحسن. السؤال يا أخت سارة، سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين، أكملي. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ سرابه وهذا ملح أجاج. أعيد الآية، أعيد الآية. أعيد الآية. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلناه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. حسبك حسبك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا. حسبك. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قلنا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون. قطع الخط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ أنا كنت عايزة فتوى من حضرتك بس موضوعي طويل شوية مش هينفع على العين يعني فمحتاجة أنا أتكلم مع حضرتك فعلا. كم زمن؟ نعم؟ كم زمن يعني محتاجة كم زمن؟ هو الموضوع خاص ب بجوازي يعني. لا يعني هياخد زمن طويل ولا مختصر؟ لا هو هياخد زمن طويل والله لان لا انا والله لا استطيع من اول ما اتجوزت. لا استطيع والله لا استطيع. هتواصل مع حضرتك ازاي؟ لا لا تتواصلي معي اذا كان زمن طويل ما استطيع والله. في الهاتف. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. ما اسمك؟ اسمي محمد. محمد ابن من؟ محمد ابن احمد. مرحبا بمحمد ابن. مرحبا يا شيخنا. يعني كان حصل خلاف بيني وبين زوجتي وتطاولت على امي وكده ف يعني ضربتها وابوها جاي ياخدها طلبناها وطلبناها تاني ما ردوش ورفعت عليا ثلاث قضايا في المحكمه وكده. حضرتك شايف التصرف الصحيح من ناحيتي؟ الأول ما سبب الإشكال بينها وبين أمك؟ كانت يا شيخنا خدت ذهب من دون علمي ذهبها وذهب بنتها وديتها بيت أبوها فأمي بتقول لها الذهب ومش الذهب فهي طولت ما لكيش دعوة لفلتك في المحاكم وكده يعني أشياء ما ينفعش أقولها. طيب الله يقول في كتابه الكريم والصلح خير. نعم. ممكن ناس طيبين يدخلوا يصلحوا بينك وبينها وبين أمك وبينها. والله بعتنا بدل الواحد عشرة كل شوية يردوها. ما أنا مش عارف المسألة عن قرب لأن يعني ما أعرفش إيه وجهة نظرها هي يعني لأن لا أظن أن امرأة طيبة تريد أن تطلق إلا إذا كانت أيوة كره زوجها معاملته سيئة معها
كل يوم يضربها، لازم برضه ما فيش واحدة. لا أبدا يا شيخنا، ده مرة واحدة بس يعني. ضربتها ضرب ايه؟ في الـ في الـ في الانف كده بال. لا ابدا انا بس، لا هي ضربه واحده على الانف، انا عارف بس الوجه حرام وكده. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. في مثل في مثل مصري يقولون: قال الجدار للمسمار: لم تشقني؟ قال: سلما يدقني. ايوه نعم ايوه. وفي احسن منه كلام رسول الله: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ فبنسال الزوجه: ما حملك على ما صنعتي؟ اظنها تطلع فيك كما يقولون قطط الفطسان. طب يا شيخنا انا خايف اروح لهم يردوني او يسيئوا لي وكده، تشوف اروح لهم ولا اخد حد كبير ولا ايه؟ ارسل رجل صالح عاقل، رجل يتسم بالصلاح والعقل. نعم. يتسم بالصلاح وبالعقل، ارسله وطيب الكلام يروح. استنى مشايخ يا عم، ما رضيوش. هو لازم المشايخ يكونوا عقلاء، ما في مشايخ بيخربوا الدنيا ايضا. يقول لك رجل صالح عاقل من اصحاب الخبره والفهم يروح يطيب الخواطر، ده محمد بن احمد والله يقول عليكم كل كلام طيب، وانا شفت في ايامي معها ايام ما شفتهاش في حياتي، الحمد لله طيبة ومؤدبة، كلام طيب. وبإذن الله يعني ما في واحد عايز بنته تطلق، في رجل صالح عايز بناته يتطلقوا كل يوم يجي له، لا فيش كده إلا لما يكون هناك يعني ما هو أمر من ذلك. فيعني الناس طيبة تتدخل، وأنت يعني طيب خاطر أمك، ولا يا أما معلش تعال يا أما نروح، لا يا أما معلش يا أما أنت زي بنتك يا أما، وانتهى الأمر، كلام طيب. طب وبالنسبة للأراضي يا شيخنا؟ كل حاجة هتتفك إن شاء الله، بس أنت فك العقدة اللي عندك أنت الأول، وبإذن الله خليك مع الله بإذن الله بإذن الله، مع إذا كنت مع الله سيتولى أمرك. شكرا يا شيخنا، شكرا. حديث: اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح سنده في كلام. لكن كدعاء يدعى بما فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالين يا شيخ بعد اذنك. سل. السؤال الاول: ايه حكم لما حد على اي نعمه يبوس ايده ووشه وظهره والحاجات دي؟ السؤال الثاني لو صبرا صبرا يعني صبرا بس. اولا اي شخص انعم الله عليه بنعمه عليها ان يقابلها بالحمد. اي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون، وقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. أما كن يعبر عن الشكر بشيء إضافي، قال الحمد لله الحمد لله وقال هكذا يعني الحمد لله، رفع اليدين مثلا. ورد أن أبا بكر وهو يصلي مكان رسول الله لما كان الرسول مريض، وجاء الرسول متأخرا، جاء الرسول متأخرا فأكثر الناس التصفيق، فالتفت فإذا برسول الله، فجاء ظن أن الرسول حزين منه، جاء يتراجع فأشار النبي إليه أن مكانك، فحمد رفع يديه وحمد الله الحمد لله. هي ما ورد عن النبي أنه حمد الله بهذه الطريقة، لكن قال الحمد لله، لك الحمد يا رب، لك الحمد، الحمد لله الحمد لله، تعبير عن الشكر. مش هنقول بدعة ولا ضلالة ولا ندخل في متى، خلاص علموا الهدي الصحيح برفق ولين. لا تقول أنت مبتدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في، وتحمله ما لا يتحمل. يعني ما أخدش في الموضوع بشكل بشكل عصبي شوية، ما تاخدش بشكل عصبي يعني. أيوة. كله رطب لسانك الحمد لله. آخر بدعة صح؟ الأمر لحد يبوس إيده ووشه وظهره على أي نعمة؟ خلينا ببوس إيده. تعرف الناس اللي يعني في بعض الآثار وردت عن بعض السلف، سيم طريق ابن أبي مليكة عن عكرمة ابن أبي جهل لما أسلم، في سماعي من عكرمة كلام، لكن كان يمسك المصحف ويقبله، يضعه هكذا بين عينيه ويقبله ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. نعم. إن قلت هل الرسول فعل ذلك؟
ما ورد عن رسول الله فعل ذلك، لكن الرجل يعبر بما يعني بما من الله عليه بطريقة في التعبير يشكر بها ربه. فما في شعبة قال له انت مبتدع وضل، والامور فيها سهولة شوية. نعم الله يكرمك. السؤال الثاني معلش، هل فضلتك ممكن تعمل لنا حديث صحيح، حديث احاديث زي صحيح البخاري والصحيح؟ لا انا مش بخاري، ان شاء الله بنجمع الاحاديث التي صحت في كتاب ان شاء الله اما قريب، والحديث المعلولة باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يكرمك، احبك الله يا اخي محمد البورسعيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى إننا نحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال لحضرتك بس استنى أحضرك، يعني أنا أقول السؤال لحضرتك ترد على بعد ما أنتهي من السؤال، مش طويل يعني، سؤال صغير جدا. اختصر يا حبيبي الوقت لا يتحمل. أنا في خطبة الجمعة بشوف بعض الناس بتتخطى الركاب في الصلاة، فقرأت حديث عن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا تخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي اجلس فقد آذيت وآنيت. لا اجلس. حديث ثاني ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. لا يصح. لا يصح. جزاك الله خير يا شيخ. يا ربي يا ربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ مصطفى تفضل. الله يحفظك. ربنا يحفظك. بعد إذن عليك كنت بس عايز أسأل سؤال. تفضل. حضرتك كان في صديق ليا فقلت له أنا كنت ببيع أجهزة بالقسط بس بدون محل. طيب. فقلت له تجيب يعني لو تجيب فلوس بحيث ان احنا نجيب الاجهزه ديت، وكنت بطلعها للناس بالقسط على مدار سنه ومدار سنتين بنسبه محدده، بس انا كنت الناس كانت عارفه ان انا بجيب حاجات قسط ما عنديش حاجات كاش، فهل الفلوس ديت يعني حلال كتجاره؟ لا عفوا عفوا، انت عندك السلع. لا السلعة أنا كنت بشتريها، كان يجي اللي عايز حاجة يقول أنا عايز مثلا تلفزيون، عايز شاشة. عندك دكان طيب؟ عندي محل بآلة. محل بآلة، يعني مالكش في الكهربائيات لكن معاك شوية فلوس في الدرج كده. واحد يقول لك أنا عايز محمول، طيب أروح أجيبه لك؟ أقول له هات لي نوعه، يعني عايز الاسم الموبايل أو اسم الحيلة من أروح أشتريه له وأقول له وقبل ما أجيبه أقول له دوت بمبلغ كذا. هذه حيلة من حيل الربا. طب كده سيدنا نعمل ايه؟ استغفر الله اذا كنت جاهلا معذور بجهلك، واكثر من الصدقات، وان الحسنات تبنى سيئات ذلك ذكرى للذاكرين. شكرا جزاك الله. الله يبارك فيك واياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك يا عصام فتحي. تفضل. انا مدرس. وانا وكذا زميل ليا مدرسين اشتركنا في مكان هو ايجار، بس احنا اشترينا الحاجات اللي جوه، يعني اللي هي الديسك والسبوره وكده، اشتريناها سوا يعني عشان احنا يبقى كل واحد ليه يومين في الاسبوع. ماشي. تمام. فاشتركنا فيها، فكل واحد دفع مبلغ. ففي مدرس معين معانا بعد 4 شهور شغل كده ولا 5، قال انا مش الشغل مش مناسبني وكده، ما عندوش طلب كتير فعايز يمشي. فقلنا له خلاص ما فيش مشكله. أيوه. اشتركت معنا، تعال نقتسم الدكك ونقتسم الكراسي، لك 10 كراسي خذ يا عم 10 كراسي وانتهى الامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم الشيخ؟ الحمد لله. سؤال يا شيخ، قال الله سبحانه وتعالى اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، وفي آية ثانية متوفيك هنا الوفاة بمعنى النوم على رأي الأكثرين، منيمك، ومنه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها، ومنه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قتلت؟ تمام. سؤال ثاني يا شيخ. تفضل.
دلوقتي يا شيخ انا بحاول احفظ قران بقالي سنه، ولحد دلوقتي كل ما احفظ يعني شويه تفلت مني برضه، مع اني والله براجع وبروح وبحفظ، لكن مش عارف اعمل ايه والله يا شيخ. قم به في صلاة الليل مع سؤال الله التثبيت. شكرا. يعني تسأل الله أن يثبته في قلبك وتقوم به، فإن القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن تعهدها إن أمسكها وإلا تفلتت منه. وفي بعض الروايات أظنها مدرجة إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. قم به، صلي صلاة الليل به. حاضر يا عم الشيخ. حاضر يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا سار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الشيخ مصطفى. اي نعم مصطفى، كان عندي سؤال بعد. تفضل. يوم الخميس بالليل كنت انا راجع من سفر. طيب. كانت الساعة 12. نعم. استغرق يعني السفر يعني حوالي 7 ساعات ونص او 8 ساعات. لم اتمكن من صلاة الفجر يعني في موعدها، فالمهم صليتها ما رجعت الساعة 8:30 أو 9 صباحا. يعني نمت ولا كنت مستيقظ؟ كنت مستيقظ بس كنت في الاوتوبيس، ما كنتش عارف اتوضى ولا اصلي يعني. ايوه. طبعا انت اخطأت، كنت تصلي على الكرسي كما انت، ما وجدت ما انت يمم. يعني كان يجوز لي ان انا اتيمم واصلي على الكرسي. وتصلي على الكرسي. نعم. طب بعدها لما جيت يعني ونمت كنت متعب، فاتتني صلاة الجمعة، كانت يوم الجمعة. ما دمت لست بمقصر فالرسول يقول ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. صليتها ظهرا. خلاص ما فيش مشكلة، قلبت فنمت. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ورحمة الله. شعبان. ممكن تساعدني يا شيخ؟ ممكن. هل الاستحمام العادي ممكن يجزى عن الوضوء غير؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ تمام يا شيخ. تنوي نية تكون متوفرة. ايوه النية متوفرة يا شيخ. خلاص. ممكن سؤال تاني؟ ممكن. عايز اسال على صحة حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، عايز يعني لا يصح، من المنتقد على البخاري حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهم بعض الرواة في لفظه، والصواب ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. أما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فمعلولة معلولة من ناحية الأسانيد شاذة، ثم إن من ناحية المعنى أيضا هذه تفيد أن الذي لم يتغنى بالقرآن مرتكب كبيرة، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن الثانية في فضل تحسين الصوت بالقرآن، وهو ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. خلاص؟ تمام يا شيخ. ممكن آخر حاجة؟ ممكن إن شاء الله. ساعات لما بقلق بالليل كده قبل صلاة الفجر، يعني أنا غصب عني بيجي في بالي تفكير القبر وسؤال القبر، فدي حاجة بتقلقني جدا وتخوفني. وبتعمل إيه لما تقلق؟ ماذا تصنع إذا قلقت؟ يعني انت قلقت وخفت، قمت صليت ركعتين لله وقلت يا رب هون علي عذاب، لا تعذبني في القبر، اجعل قبري روضه من رياض الجنه يا رب، ولا نايم ايضا تتقلب على الفاضي.
لا لا، بقوم الحمد لله بصلي الفجر في وقت حاضر يعني. طيب شيء طيب، وليه ما تقومش تستغفر لما تقلق كده في النوم؟ تقوم يا ربي، تقوم تقول يا ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فاغفر له. حاضر شيخ ان شاء الله. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله طيب. لدي استفسار. استفسر. امرأة من ذوات الحيض تأخذ وسيلة منع حمل، وبعد إراديا منعت الحيض، فكيف تحتسب عدتها؟ سترجع تحيض، توقف وسيلة منع الحمل وثلاث حيضات. الوسيلة يعني ممكن تكون سنة أو أكثر. المشكلة في هذا الباب فيه الوجهان للعلماء. فضيلتك أنا مأذون شرعي. أنا هقول لك أهو، الله يسلمك. أنا قرأت الوجه اللي هو في يعني تعتد سنة كاملة. لا اصبر علي بس. اصبر علي فقط يعني لوجه الله. نعم. اصبر علي. تفضل. أولاً أنت مأذون شرعي، لن يسعك إلا أن تبني على القانون الذي أمامك، الاختيار الذي اختارته دولتك. ما على القانون الحنفي اللي هو صبراً. يا رجل يا في أمران هنا وجهان في المرأة المرضع التي ترضى وطلقت، ممكن الحيضة ما تجيلهاش إلا بعد سنة. في واحدة بترضع كما يسموه الناس رضاعة نظيفة بسعميم يعني، فمن العلماء من يقول تمكث إلى أن تحيض وتعتد بثلاث حيضات وإن طال الأمد. الوجه الثاني أنها تقاس على أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أو اللائي لم يحضن، أن الله قال واللائي لم يحضن لا يسع الصغيرة. أيوة لا يسع الصغيرة، ولا يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم في عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. أيوة اللائي لم يحضن عدتها ثلاثة أشهر. فمن العلماء من يقيسها على اللائي لم يحضن، ومنهم من يقول تنتظر هذه المدة الطويلة. يعني لو أخذنا بأي رأيين صحيح شرعا. بس أنت كمأذون ما لك صفة، ما لك صفة في الاختيار. أنت لا كمأذون لا. ما أنا بقول لك أنت كمأذون ملزم بقوانين الدولة، أنت فقط تحرر القسائم، والدولة هي التي بعد كذا بترسل العدة انتهت في خلال مادة 56 يوم أو 62 يوم. كم يوم عندكم في اقل فتره العده؟ 60 يوم اقل فتره حيض اذا كانت من ذوات الحيض. اظن 56 واتركوا 6 ايام للرساله الى ان تصل للزوج. 60 يوم اقل فتره. 62 60 يوم اقل فتره حيض يعني تنتهي فيها ثلاث حيضات. ثلاث حيضات. انت ملزم. وهب ان المراه على سبيل المثال، هب ان المراه انتهت ثلاث حيضات عندها في 50 يوم، وارد؟ نعم وارد، لكن هتلزم ايضا بـ مش وارد، لان شر ليه؟ لو حاضت وارد في بعض النسوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا شيخ وائل أبا محمد. إزاي صحتك يا شيخ؟ الحمد لله يا رب دايما، الله يبيك يبارك في عمرك ويحفظك يا شيخ. وياك يا شيخ وائل، اتفضل. كان عندي استفسار يا شيخنا بعد اذن حضرتك. الاستفسار الاولاني، في بعض الناس بيجي لهم زي قسائم شراء هديه، يعني القسيمه مثلا ب 500 ريال يشتري بيها من مكان معين الحاجه اللي هو يحب يشتريها. هل يجوز لي ان هو يبيع القسيمه دي باقل من ثمنها او اكثر من ثمنها؟ اختار الراي القائل بالجواز بقيد اذا لم تصرف ترجع لصاحبها. بقيد اذا لم تصرف ترجع لصاحبها. ايوه. طب وتفسير الآية يا شيخنا، هل ومن عفا وأصلح فأجره على الله، هل يشترط في العفو الإصلاح؟ فمن عفا وأصلح فأجره، إذا كان أفسد شيئا.
يعني المقصود بقى كنت تتمنى في شيخنا انه ان شاء الله ان انت تعفو عن حد ان هو يصلح اللي هو افسده او حاجه زي كده. لا ما هو انت تعفو متى؟ انت تعفو متى؟ المفروض انك تعرف انك مظلوم، ولا اذا كنت ظالم كيف ستعرف؟ لا فمن عفا وسعى للاصلاح، وسعى للاصلاح. انت مظلوم، واحد ظلمك اي وانت عفوت عنه ولم تجتزئ بالعفو عنه، سعيت للاصلاح ايضا. اه يعني المقصود ان انا لا اسعى للاصلاح، مش النظام. لا وإذا كنت أفسدت شيئا تصلحه، لكن هذا الأقرب للمعنى والأول. نعم جزاك الله كل خير. أصلح ما بينه وبين الناس أيضا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يرضى عنك. الله يكرمك دائما يا رب. تفضل. قول لحضرتك، حكم الحرام الذي يأكل من عند الجار. قال رسول الذي ياكل عند الجيران. كميات كبيره ولا حمامه حمامتين ولا ايه؟ هاي حمام كبير. يا مات كثير. كم حمامه يعني؟ عندنا الاول حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، ما من مسلم يزرع زرعا او يغرز غرسا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه. فاكل الطيور من الزروع وارد منذ زمن، والرسول يبين أن لك يا صاحب الزرع أجر في ذلك. نعم. لكن إن كنت أنت مثلا رجل تربي حمام عندك، نعم، وعندك ألف حمامة وتسلطها على الجيران تخرب بيتهم، أو لا تشتغل في هذه الشغلة أحسن لك. يعني لو نفرت والله إذا كان كذا، يعني إذا كان حمامي سيؤذي الجيران، سيؤذي الجيران، انا لن اذي سبب في هذا الجيران، جر له حق. ومن الطريف الذي ذكرته في هذا، اذكره في هذا التوقيت، لبعض اخواننا من اهل الصلاح لا نزكيهم على الله، قرا الاحاديث بفضل كل ذي اطعام كل ذي كبد رطبه، فاتى بكل يوم 5 كيلو قمح يرشهم أمام البيت حتى تأتي الطيور تأكل، تأتي الحمام يجي يأكل. فبعد مدة جاءني الجيران يشتكون وقالوا فلان رجل طيب لكن يؤذينا، كيف يؤذيكم؟ يأتي بحمام بطعام للحمام فيأكل الحمام. طب وما الأذى لكم؟ قالوا الحمام يجلس يعشش على بيوتنا، وكل يوم غائط الحمام لو الروس الحمام ملا البيت روث، كل يوميا يملأ الملابس، ننشر الملابس عليها روث، كل شيء عليه روث حمام. ايه رايك نقول له ماذا يا شيخ؟ انا اسالك ماذا نقول له؟ استمر ولا ارمي الطعام في مكان بعيد في المزارع؟ اذا فنقول له عملك طيب وجيد، لكن ابعد الاذى عن الجيران، ارسل الاكل هذا في مكان فارغ بعيد، والحمام يروح هناك هيعرف يعرف شغله. العبره الشيخ تجيب، والله بيحصل، تجيب انثى جيده تجيب لها 10 ذكوره وراها وخلاص، وانت تتبع. ذلك كان يطعنون في من يربي الحمام في السابق، يقولون هذا مخروم المروءة، يجلس طول اليوم يصفر حتى يأتي الحمام ويطلع فوق ويغزل النساء وفوق، ويصفر لهذا ويصفر لتلك، وبعدين يسرق حمام الناس. كان يطعنون فيه. يصعب انك تحترز تدين حمامك احمر وتدين حمامك اصفر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا لنا سؤالا. سل. أول سؤال، ما صحة حديث يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح؟ ضعيف ضعيف ضعيف. ضعيف؟ ضعيف. طيب شيخنا السؤال الثاني، ما رأيكم في من يطعن بالعلماء؟ في ما رأيكم في الشيخ الذي يطعن في العلماء ومعروف الآن اسمه هشام الدين؟ أنا ما أسمي أحد، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق.
هذا كلام رسول الله، سباب المسلم فسوق، فكيف إذا كان يسب العلماء فهو فسق فوق فسق، ويزاهد الناس في علمهم فيتحمل إثم صرف الناس عن الدين. نعم. السلام. السلام عليكم. ألو. ألو لي يا أختي، خلاص مضت ألو انتهت. نحن مسلمون. السلام عليكم. خير من ألو. عشر حسنات في السلام عليكم. وعليكم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. السلام عليكم. عليك السلام. ليه سؤال عند حضرتك. سؤالين. بعد اذن حضرتك، انا كنت متزوجة من زوج كان مش كويس يعني، وخلفت ولد منه. الولد بيزور باباه، ما فيش مشكلة، بوديه له كل اسبوع. بس الولد دلوقتي عنده 14 سنة، قال لي يا ماما انا بلاقي ازايز خمور عند والدي، هل يجوز ان انا اودي له الولد يشوفه برضه، ولا المفروض ان انا ما اوديلهوش الولد؟ بس انت بتروحي لابوه ليه؟ انت متخليكي بعيد. لا انا مش بروح، انا ببعت الولد. الولد لا بأس، لا بأس يروح لابيه اذا وجدت الولد بدا يشرب، يعني بدا يميل نحو الخمر. انت الحمد لله معه ليه 24 ساعه مع الولد، علميه لا تقطع الرحم. يعني حتى لو الا لو في ضرر محقق يقيني. ام الله يسلمك. طيب السؤال الثاني يا شيخ مصطفى، انا تزوجت من رجل صالح دلوقتي الحمد لله، واخ يعني رجل الحمد لله ملتزم، بس هو متزوج ومحدش يعني ما قالش لزوجته. هل ده كده يعني غشاش؟ في اسم او في هو غشاش؟ الزوج صحيح لكن غشاش. واذا ساعدتي في كده تكون غشاش. وانت ترضي زوجك يتجوز عليك وانت مش عارفه؟ لا ما رضيش. خلاص لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخ ما يحب لنفسه. الحل ان هو خلاص اعلنوا النكاح. اعلنوا النكاح. عارفين انا اهلي عارفين ووالدي عارف، بس اقصد هو دلوقتي رجل يغش اهل بيته. اذا كان معك زوجك هو نفسه الموجود الان متزوجك في سر، وذهب تزوج واحده ثالثه ولم يخبرك مع انه متزوجك بنفس الطريق، هتحزني ولا لا تحزني؟ هحزن طبعا. طيب خلاص. السلام عليكم. عبد الرحمن، بهذا القدر اجتزئ حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا طيب أقوالنا، حسن أخلاقنا، وأصلح أعمالنا،
أخلص نوايانا واسل سخيم قلوبنا يا رب العالمين. يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافرين اغفر لنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير حافظ، يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا واسع مداخلنا، أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، في ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا، في أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وفك الأسرى المسلمين، واشف الجرحى المسلمين، واشف المرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.